السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم جميعا. وأدوية السيولة للمتعافين من فيروس كورونا وموضوع جلطات الرئة، ودي طبعا حاجة سمعت فيها أسئلة كتير جدا، وناس كتير بتسأل الجماعة المتعافين من فيروس كورونا، لأن في حالات بتيجي بعد ما يتعافى المريض، وخصوصا الناس اللي كانوا في العناية المركزة فجأة يقوموا يقول لك ده كان قاعد فجأة وكويس ومفيش حاجة، وفجأة حصلت حالة وفاة. فطبعا في كلام كتير اتقال، هنحاول نوضح لكم يعني ايه قصة جلطات الرئة. جلطات الرئة بتيجي، انتوا عارفين الفيروس ثبت علميا ان هو اسباب الوفيات كانت الجلطات اللي بتيجي، ما كانتش بسبب فيروس كورونا اللي كانت الناس متخيلة ان هو السبب الرئيسي في الوفاة، ان هو بيعمل ايه في الرئة، اللي هو بيعمل فشل في وظائف الرئة. لا، ده ثبت فعلا علميا ان هو كان بسبب حدوث جلطات في الرئة، ودي كانت جلطات كتيرة جدا متكونة والتهاب رئوي. فطبعا الناس ابتدت تاخد، اول ما ابتدت تاخد ادوية السيولة حالات الوفيات قلت كتير، وأدوية الديكادرون اللي هو أدوية الكورتيزون حالات الوفيات برضو قلت كتير. فعشان كده أدوية السيولة دي مهمة جدا، لكن الناس عندها بعض الحاجات اللي مش واضحة بالنسبة لها. زي في ناس تقول لك أستعمل الأسبرين ولا لأ، طب أستعمله أي مريض؟ هل المريض اللي هو عنده كورونا بسيطة أستعمله؟ هل المريض اللي دخل عناية مركزة أستعمله؟ هل المريض اللي عمل أشعة مقطعه فيه التهاب رئوي شديد ولا لأ أستعمله؟ وإيه التحليل اللي المفروض نعملها علشان نعرف إذا كان المريض ده هياخد أدوية سيولة ولا لأ؟ كل دي هنجاوب عليها في حلقة النهاردة. أولا طبعا بعد المريض ما بيتعافى، أولا لازم نذكر الأول مين المرضى اللي هم التارجتنج، اللي هم هيبقوا المفروض ياخدوا أدوية سيولة. يعني مثلا هضرب لكم مثلا مريض جه عنده مشكلة بس في قصة الشم وشوية تعب في جسمه، ولا أثر على رئة ولا كحة ولا حرارة ولا أي حاجة خالص، ده طبعا مش هياخد حاجة، ياخد ليه أدوية سيولة، يعني الأمور زي الفل مفيش أي مشكلة خالص. طيب مريض تاني تعب شديد، حرارة، وابتدى يجيله سعال، ودخل راح المستشفى قالوا له روح عالج نفسك في البيت واعمل عزل وتابع كده، والامور عدت 3-4 ايام والامور اتحسنت وبقى تمام. طيب ده شاب، وفي واحد تاني سنه كبير عنده عوامل خطورة زي ضغط وسكر وسمنة وامراض مزمنة، طيب ده ياخد ولا ما ياخدش؟ طبعا هياخد ادوية سيولة. لغاية دلوقتي احنا لسه ما دخلناش المستشفى. مريض دخل المستشفى قالوا له لا، ده انت لازم تتحجز، حجزوه في غرفة وابتدوا يدوله علاج للكورونا اللي هو المناعة، اللي يعني يحفزوا المناعة، وابتدوا يدوله أدوية زي الهبارين اللي هو بيتاخد تحت الجلد، تمام. فابتدوا بعد ما ابتدى المريض يتحسن وعملوا له أشعة مقطعية، لقوا الحالة بتاعته بتسوء وابتدوا يدخلوه عناية مركزة. المريض لو خد الانتيكواجولانت اللي هو الهبارين اللي بيتاخد، اللي هو الكليكسان اللي بيتاخد تحت الجلد، وتحسن في 4-5 ايام وطلع من المستشفى، هنقول على التحاليل المفروض هتتعمل علشان نعرف اذا كان ده عيان ريسك ولا لا، او عيان عنده عوامل خطوره ولا لا. طيب بعد كده دخل عنايه، المريض قعد في العنايه، الجهاز التنفسي عنده تعب جدا، ابتدى ياخد الادويه السيوله وابتدى يتحسن، وبعد كده المريض خرج. مين بقى اللي هياخد ادويه السيوله في الفتره بتاعت الكورونا دي؟ ده المرضى اللي هم دخلوا العنايه المركزه وخرجوا، المرضى اللي عندهم عوامل خطوره زي ضغط وسكر وسمنة مفرطة، يعني الراجل ده ما بيتحركش اصلا، قاعد في البيت ما بيتحركش وظروفه فيها خطورة، والمرضى اللي عندهم سن كبير وعندهم مشاكل في الكلى والكبد، حاجات مزمنة. لكن لازم ان انا اقرر ادي دواء سيولة متابعة مع طبيب، عشان خاطري ما فيش داعي واحد يقول لك ده انا رحت للدكتور والدكتور كتب لي دواء سيولة ونفع معايا خده وجربه. لا احنا ممكن يحصل لك نزيف، ممكن يحصل لك نزيف في المخ، ممكن يحصل لك مشاكل كبيره جدا، فالمفروض ان انت ما تلجاش الى اخذ اي دواء الا بدون استشاره الطبيب بتاعك. طيب الادويه المتاحه الاسبرين، دي الاسبرين ده اسمه انتي بليتلتس، يعني مضاد لتجمع الصفائح الدمويه، تمام. لكن ادويه السيوله هي اللي هي بتتاخد زي الهبارين، ادويه سيوله دي بتتاخد علشان التجلط اللي حصل عندك.
مين اللي هياخد الأدوية يا جماعة؟ زي ما قلنا الناس اللي دخلت عناية مركزة وكانت الأشعة المقطعية بتاعتهم مليانة التهاب رئة وكانت حالته خطيرة، ده هيستمر عليه فترة مع الديكادرون اللي هو الديكساميثازون اللي هو الكورتيزون. الكورتيزون ده اللي هو اللي بياخده إبر أو حبوب أو أو أو، ده هيتاخد مع الهبارين. وأنا لما بقول لازم أي حاجة تتاخد بمعرفة الطبيب يبقى الكلام يتسمع، وما فيش داعي يا جماعة نجرب إحنا، ده في غاية الخطورة. لكن اللي أنا أقدر أقوله لك تعمله بدون حتى ما هتروح لدكتور، الدي دايمر تحليل، هتحط لكم صورة التحليل على الشاشة دلوقتي، والكلوتينج فاكتور اللي هو البروثرومبين تايم اللي هو سرعة النسف والتجلط اللي بتتعمل في المعمل وسهلة وتحليل سهل خالص، اللي بيعملوا حاجة اسمها الاي ان ار، بنعمل التحليل دي ونشوف الدي دايمر. دي دايمر هيوضح لنا العامل يعني التجلط في الجسم اخباره ايه، انت عرضه ولا لا، والفيريتين والفيريتين، الفيريتين ده حاجه اسمها اكيوت فيز رياكتنت، ده بيبقى حاجه للالتهابات اللي بتبقى موجوده في الجسم، انت عامل خطوره ولا لا. وبعد كده لازم يا جماعه محدش ارجوكوا ياخد دواء سيوله، لان انت بتلعب بالنار. دواء السيوله ما بيتاخدش الا مع اشراف طبي، دكتور يشوفك، دكتور يكتب لك الدواء وبتتابع معاه وبيقول لك هتعمل ايه التحاليل. لكن انا بقول لكم التحاليل اعملوها بدون، ماشي دي تتعمل مفيش مشكله خالص، ولما تروح للدكتور معاك التحاليل دي هيبقى ريحت نفسك من مشوار تاني، عشان الدكتور هيحدد انت تاخد الدواء السيوله ولا لا. وبعد كده بتعرف اذا كان انت عامل خطوره، عامل خطوره، يبقى انت هتاخد وبتتابع مع الدكتور وبتعمل التحاليل اللي الدكتور هيقول لك عليها لغايه ما تتحسن، وتبقى بعد كده اذا كان هيقرر يعيد لك الاشعه المقطعيه ولا مش هيعيدها، ده بيتوقف على كلام الدكتور معاك. لان طبعا انت لو مريض سكر ومريض ضغط وعندك عامل خطوره وعندك سمنه، فطبعا موضوع الجلطات والجفاف والاشياء اللي ممكن تدخل المريض فيه جلطات بتبقى سهله جدا. ده باختصار الادويه اللي موجوده في الماركت. في ادويه حبوب دي بتشتغل على موضوع الجلطات الرئه، زي ادويه اسمها الاليكواس وادويه تانية، وكمان في دواء الهبارين او الكليكسان اللي هو بيتاخد في البطن. الناس بتقول لك لازم البطن، لا مش لازم ولا حاجه، فبيتاخد تحت الجلد. طبعا الابره بتبقى معروفه وهي 40,000 وحده، ودي بتتاخد، ودي مميزاتها انها ما بتحتاجش تعمل تحليل كل 12 ساعه زي الهبارين اللي الناس بتاخده في المستشفيات. لكن انت موجود في المستشفى ممكن الممرضه بتسحب منك كل 12 ساعه تحليل، لكن في البيت صعب جدا. الاسبرين مش هيبقى له دور يا جماعه، الاسبرين وانس ان هو هيمنع الجلطه انها تحصل، لكن انها حصلت الاسبرين مش هيبقى له اي دور، تمام؟ فارجو ان انتوا يكون المعلومه وصلتكم. الناس اللي هي جالها الدور الفيروس كورونا دور عنيف، الناس اللي فيروس كورونا جالها وتعبهم جامد، والناس اللي فيروس كورونا جالها وابتدوا يدخلوا المستشفى ودخلوا عنايه مركزه، لازم بتتابع، ما تكتفيش ان انت خفيت وبقيت كويس، وما تعملش اشعه مقطعيه تاني الا اذا الطبيب طلبها منك. الاشعه المقطعيه انك تتعرض لاشعاع دي مش حاجه سهله، الاشعه المقطعيه مش حاجه سهله ان انت تروح كل شويه تعمل اشعه مقطعيه. المضاعفات اللي بتحصل بعد فيروس كورونا زي ما قلنا قبل كده، انك انت ممكن يجي لك حساسيه في صدرك جامده، الكحه بتفضل فتره. الاشعه المقطعيه ليه بقول لكم ما تعملوهاش الا اذا الدكتور طلبها منك؟ لان التغييرات اللي بتحصل في الرئه ما بتروحش بين يوم وليله، يعني دايما الاشعه الواحد يكح، اقول لكم قاعده عامه، تكح الاول كحه بسيطه كده، يوم بعد كده الكحه دي تبدا الاول، بعد كده تغييرات الاشعه تبدا الكحه تخف، والاشعه تقعد شهر وممكن اكتر على ما تبدا ترجع لطبيعتها. فايه اللي احنا هنستفيده؟ هتتعرض لاشعاع وتروح تعمل الاشعه المقطعيه تاني وهتلاقي نفس صوره الالتهاب الرئوي موجود زي ما هو. فعلشان كده ما نستعجلش ونروح نعمل اشعه مقطعيه بدون داعي، لان انتشرت جدا في الاونه الاخيره دي، الناس رايحه جايه عماله تعمل اشعه مقطعيه والموضوع ما كانش بيستدعي خالص. وبالنسبه للاجسام المضاده اللي احنا اتكلمنا عنها، طبعا الشخص اللي خد الدور العنيف الاجسام المضاده عنده بتبقى قويه جدا وبتقعد فتره طويله، تمام؟ والمناعه ان شاء الله بتتكون، وان شاء الله الى الان انا قلت لكم ان الى الان ما فيش حالات ظهرت يعني علميا الى الان ان في جالها فيروس كورونا تاني. ممكن الله اعلم بقى ظهرت في اماكن تانية، بس في الاماكن اللي احنا شغالين فيها ما شفناش حد اصيب بكورونا تاني بعد ما
تم الشفاء لها. نعود بحذر، لبس الكمامة، غسيل الإيدين والتباعد هو ده أملنا الوحيد إن احنا نقضي على كورونا خالص. تحياتي ليكم وأشكركم وأشوفكم إن شاء الله على خير.